السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاكارم في حلقتنا لنهار اليوم مع القائد المغوار الحربي العثماني المجاهد الكبير خير الدين بربروس. ولد في سنه 1478 في احد جزر اليونان المعاصره طبعا جزيره ليسبوس، وتوفي في سنه 1546 هنا في الاسطانه في مدينه اسطنبول. اسمه الاصلي خضر بن يعقوب ولقبه خير الدين باشا. هذا القائد العظيم قاد الجيوش من أجل الفتوحات الإسلامية وخاض المعارك العديدة ليفتتح الجزائر وتونس، ولقبه الأوروبيون ببربروس. لماذا؟ نسبة إلى لحيته الحمراء. نعم، إنه المغوار العظيم الملقب ببربروس صاحب اللحية الحمراء. كان لخير الدين بربروس ثلاثة إخوة، إلياس وعروج وإسحاق، وخضر هو أصغرهم في إخوته. كان أبوه ضمن الجيش الانكشاري العثماني من باردار، أما أمه فكانت كاتالينا مسيحية الديانة، ويقال بأنها كانت أرملة لقس من اليونان. عمل الإخوة الأربعة كبحارة ومقاتلين ضمن الجيش العثماني في البحر الأبيض المتوسط، طبعا ضد قرصنة فرسان القديس يوحنا آنذاك في تلك الفترة ما بين 1505 إلى غاية 1510. استولى القائد عروج أخو خير الدين بربروس في عام 1505 على ثلاث سفن حربية، وجعل من مدينة جربة بتونس مقراً له، وحاول أن يستولي على غرب البحر المتوسط ليتجه مباشرة إلى الجزائر. احتل القائد عروج مكانة كبيرة في شمال إفريقيا. لماذا؟ عندما أتى بالآلاف من مسلمي الأندلس إلى شمال إفريقيا وخلصهم
من الاحتلال والغزو الإسباني الغاشم. عندما أتى بهم إلى شمال إفريقيا أتته الفكرة في غزو الجزائر وتخليصها من الغزو الإسباني، وفتحها في سنة 1516 ليواصل المسيرة حتى تقع قدمه على مدينة تلمسان. إنها دولة الزيانيين. هنا القصة الرائعة. فاتح الجزائر وتونس، القبطان سيد البحار الكابتن خير الدين بربروس، هنا في هذا المكان يرقد هذا الرجل الذي قدم للإسلام والمسلمين ما لم يقدمه الكثيرون. احتل القائد عروج مكانة كبيرة عند أهل شمال إفريقيا. أتعرفون لماذا؟ لأنه احتوى وأتى بالآلاف من مسلمي الأندلس إلى شمال إفريقيا وخلصهم من الغزو والاحتلال الإسباني. أتته الفكرة في فتح الجزائر، فكان له الفتح المبين من رب العالمين في سنة 1516. واصل المسيرة في الفتوحات ولاية بولاية إلى غاية وصوله إلى مدينة تلمسان. تآمر أبو زيان مع الإسبان ضد القائد عروج فقتل في مدينة تلمسان وكان عمره 55 سنة. وهنا تبدأ حكاية القائد الآخر، أخوه الخضر خير الدين بربروس، الذي كان أقوى من أخيه في التخطيط لحماية الإسلام والمسلمين من هذا الغزو الإسباني الغاشم مرة أخرى. تولى القيادة خير الدين بربروس عن أخيه الذي توفي عروج، فقضى على الإسبان في معركة حامية الوطيس في مدينة عين تيموشنت، بالضبط في المدينة الصغيرة المالح. هناك قضى على الإسبان وقضى على جنودهم ولم يستطيعوا أن يقاوموا الإسبان، وأعاد فتح الجزائر مرة أخرى في سنة 1529، وكان له الفتح المبين لأن يفتتح دولة الجزائر ثم يواصل المسير مرة أخرى عكس أخيه عروج الذي أتى من تونس وفتح الجزائر. أعاد الكرة من الجزائر وعاد إلى تونس ليجبر الملك الحسن الحفصي أن يفر من تونس من جربة، خوفاً من القائد العظيم المسلم خير الدين بربروس. هذه هي المدافع التي كان يستخدمها سيد البحار خير الدين بربروس في فتح البلاد وإدخال الناس إلى الإسلام، وكل طلقة تخرج من أحد هذه المدافع إلا ويكبر صاحبها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كلمة تزلزل الأرض والسماء وما فيهن. نسأل الله عز وجل أن يرفع مقام هؤلاء كما رفعوا راية الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بعدما سمع ملك جربة آنذاك الحسن الحفصي بمجيء خير الدين بربروس وهو قريب من جربة، فر هاربا إلى إسبانيا، نعم، ليدخل ويفتتح خير الدين بربروس مرة أخرى تونس في عام 1531، القائد المسلم الفاتح للجزائر وتونس، ليفكر بعد فتحه لتونس أن يفتتح مرة أخرى إسبانيا. هذه الفكرة الرائعة التي راودته منذ الصغر من أبيه الذي أراد أن يكون له بطلاً من أبطاله من أولاده، أن يفتتح الإسبان ويعيد مسلمي الأندلس مرة أخرى إلى ديارهم. نعم، إنها الإرادة والهمة العالية، والإيمان بالفكرة هو من يصر على الإنسان أن يتخذ الفكرة وأن يجسدها على أرض الواقع. عين القائد العظيم خير الدين بربروس قائداً للأسطول التركي في البحر الأبيض المتوسط. كانت الفكرة في فتحه لإسبانيا،
ثم غير الوجهة إلى إيطاليا. أتعرفون لماذا؟ ترك جيشاً عرمرماً في ماذا؟ في المغرب، حتى يدخل إسبانيا من الجهة الشمالية ويقابله جيش آخر من المغاربة في الجهة الجنوبية، ويضع الإسبان في فكي الدولة الإسلامية التي ضاعت في الأندلس ليستعيدها بكل قوة وجبروت الحق في إعلاء كلمة التوحيد. جهز القائد بربروس 70,000 مقاتل و84 سفينة حربية أغار على جنوب إيطاليا، فأسر الآلاف من المسيحيين، ثم وصل المسير إلى الشمال، ثم توقف عند نابولي. فبابا بول الثالث وصل إليه الخطر، لأن القائد خير الدين بربروس ينشر الإسلام في جنوب إيطاليا. ماذا قام البابا بول الثالث؟ تحالف وتعهد لشارل الخامس آنذاك حاكم فرنسا بأن يعطيه من المال ما استحق، وأن يضع جيشا يقاتل هذه الحملة، حملة المسلمين التي يقودها خير الدين بربروس في عام 1534. في ساحة من أجمل الساحات في مدينة نابولي، كما هذه الساحة الموجودة بالقرب من قبر خير الدين بربروس، توقف عندها وقال: بإذن المولى عز وجل لأتممن فتحاتي ولاية بولاية حتى أصل إلى شمال إسبانيا لأرد مجد المسلمين في الأندلس. أي همة عالية وأي إرادة تفوق هذه الإرادة! ثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وتجهيز العدة في الحركة بركة. اتخذ الأسباب من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلي كلمة الحق. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، لأن اتخاذ الأسباب من بين أهم الأمور التي تضع وتحقق الهدف الذي ينشد إليه أي واحد يطلب المجد في هذه الحياة. وضع بابا بول الثالث اتفاقية ومعاهدة مع شارل الخامس حاكم فرنسا آنذاك بأن يعطيه المال بشرط أن يرد هذا الرجل الذي لا يعرف الهزيمة أبداً، أتى بجيش عرمرم من أجل أن يدخل كل أوروبا إلى الإسلام. هذا الرجل الفذ الذي لا يعرف الإنهزامية ولا يعرف السلبية، ويقود هو وجنوده الفتح بدون أي عقدة كانت في قيادة الحرب والمعارك. فبدأ شارل الخامس في تجهيز الجيش الفرنسي ليأتي إلى إيطاليا وأن يرد خير الدين بربروس ويعيده من جنوب إيطاليا إلى تونس مرة أخرى، ليدخل تونس أيضا حتى يقضي على هذا الرجل المغوار. بدأت تجهيزات شارل الخامس للجيش، وعلم خير الدين بربروس بهذا الأمر، فقال لجنوده: هيهات هيهات. خطب عليهم خطبة تفوق الجنون. عندما تكون الإرادة ويصنع الرجل رجال معه لن يؤمن بالمستحيل. قال لهم: هيهات هيهات، كما قالها طارق بن زياد: البحر من ورائكم، وماذا العدو من أمامكم، أنا أقول لكم مرة أخرى: الفتح المبين من ورائكم وفتح من رب العالمين في انتظاركم. نعم، إنها المقولة الشهيرة التي لا يعرفها وكتب التاريخ كتبت عنها إلا القليل. قاوم خير الدين بربروس جيش شارل الخامس، ولكن تعداده كان كبيرا جدا، فلذا بالرجوع إلى جنوب إيطاليا ثم العودة إلى تونس بأسطوله. هناك حاصر الجيش الفرنسي مدينة جربة التي كانت هي المقر الرئيسي لخلافة وحكم خير الدين بربروس في تونس. انطلق بربروس من القسطنطينية، طبعا من اسطنبول، ب200 سفينة حربية، اكتسح مرة أخرى العالم المسيحي، اليونان، وذهب إلى إيطاليا،
ثم إلى البندقية في معركة كبيرة تسمى بالعصبة المقدسة، فيها التم شمل المسيحيين، وكانت المعركة كبيرة ما بين خير الدين بربروس والعصبة المقدسة. فكانت الغلبة لخير الدين بربروس، واحتل فيها اليونان وإيطاليا، وذهب إلى البندقية وأخذ كل الغنائم الموجودة هناك. فعاد مرة أخرى وقال لهم: أنا سيد البحار، أنا خير الدين بربروس المسلم المقاتل المغوار. والله شخصية رائعة. عندما تقرأ التاريخ على شخص عظيم مثل خير الدين بربروس تكون لك الهمة العالية، وتقول: أين أنا من هذا الرجل القائد العظيم الذي قاد الآلاف بفكره وإبداعه في المعارك الحربية؟ لم يتوقف، امتنع عن التوقف في الفتوحات، فذهب إلى شمال فرنسا وافتتح بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وجوده الذي أعطاه القوة، فتح نيس الفرنسية، ثم واصل في الفتوحات. ولكنه قد كبر في السن وبلغ من الكبر عتية، فصار سنه 77 عاما. عاد إلى المدينة القديمة، مدينة المآذن والتلال السبع، إسطنبول، وفيها توفي عليه رحمة الله تعالى. نعم، خاض كل هذه المعارك وأخلص النية لله سبحانه وتعالى كل هذه المعارك، وجابها العدو في الحرب، ولم تنل منه المنية إلا بعد عودته إلى الموطن الأم، مدينة إسطنبول. نعم، هنا في هذا المكان بالضبط يرقد هذا الرجل العظيم. والله عندما قرأت قصته ومغامرته في الفتوحات الإسلامية، الهيبة، وهو ميت عليه رحمة الله تعالى، هيبة عظيمة عندما تقرأ على مثل هؤلاء الرجال الذين أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى في نصرة الحق وإعلام كلمة التوحيد. نعم، حتى الفكرة رائعة جدا، عندما وضعوا هذه الساحة وضعوا فيها هذه المدافع التي تتعلق بالمعارك التي خاضها هذا القائد العظيم خير الدين بربروس، كل مار هنا إلا ويتذكر فتوحاته الإسلامية والمعارك الحربية التي قادها من أجل نصرة الحق. دام عزك سيدي، دامت أفكارك، ودامت إبداعاتك، ودامت خططك الحربية التي الآن ألفت فيها الكتب وتدرس في أقوى الجامعات العالمية. شكرا لك سيدي، لأنك رفعت راية الحق وأعلنت بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوكلت على الله وشهدت له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فكنت مغوارا، وكنت عظيما، وكنت قائدا حربيا يحتذى به في كل العلوم الحربية. شكرا لك سيدي. شارع الجزائر الذي يقع بمحاذاة ميدان بربروس في منطقة بيشكتاش التي تقع هي الأخرى في أجمل الأماكن من مدينة إسطنبول. ختاماً أحبتنا الأفاضل، والله لو كان الانحناء والانكسار والتذلل لغير المولى عز وجل لانحنيت إجلالاً لهذا الرجل العظيم. شكراً لك سيدي من أعماق قلوبنا، لأنك كنت وفياً لخدمة ديننا. اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة التي وسعت السماوات والأرض. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم احشرنا وإياه رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعطي لكل مسلم مؤمن من الخير ما نوى.